شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بسلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد حيال لغرفة إنستافريش، من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل هواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، فيكن تحصلوا عليها $80 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. ما لكم لا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55. كثافة الشعر مشكلة، أوقات بيكون في كتير شعر على منطقة الشفاف، على الصدر، على الظهر، على الإيدين أو حتى تحت البوط، كله له حل. هالمكنة هوم لايت ليزر يلي فينا نستعملها على كل هالمناطق ليصير عنا جلد ناعم وخالية من الوبر والشعر. هو مبدأ IPL Intense Pulse Light يلي بفوت على مسام وبيقتل عمق الشعرة من جذورها وما بيعود خليها تطلع. كتير سهلة الاستعمال ونتيجتها مضمونة وعلى المدى الطويل وكتير مرضية. فيكن تحصلوا عليها ب $160 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. قدمنا طلهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب $24 بس، تصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 ساكن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل 6 البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 ساكن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 ساكن تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته خاصة طيبه نضاف ومرتبين؟ ديتاش إكسبرس مسحو واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل، والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب، حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب $40 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما إلكن إلا تتصلوا ببسترر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة.
فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحنا وعم نحضر تي في أو نحنا وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحنا وعم نسمع موسيقى أو بحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دوم تحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا يلموا العصا. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين بس ب $39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.